ليس هو مجرد قول، ولكنه إنجاز يتحقق على أرض الواقع، نراه جميعا ونتابعه يوما بعد يوم. فلا مجال لمن يعمل أن يتحدث كثيرا عن توافه الأمور أو يشغل باله بالشائعات، بل ما يدحض هذه الشائعات وينفيها تماما هو الإنجاز على أرض الواقع، العمل، التنمية، كما يؤكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما على العمل، أن فكرة العمل هي أهم من أي شيء. لا تتكلم ولكن اعمل كثيرا، اعمل واجتهد، فبالعمل وبالإنجاز هذا الأمر ربما يوضح بشكل أكبر قدرة مصر وقدرة أبناء مصر على التصدي لأي أمور أخرى من خلال التنمية، ومن خلال أن يكونوا يدا بيد في التعمير والبناء والحفاظ على الدولة والحفاظ على وطنهم الغالي. فكما نتابع مع حضراتكم بشكل يومي التطورات المتلاحقة حول العالم، هذه الأمور يعني تدفعنا لأن نرى أو نشعر بشكل كبير بالفخر وبالسعادة بالطبع لما نحن فيه من أمن وأمان بفضل وحدة المصريين وتكاتفهم مع بعضهم البعض وعدم الالتفات إلى توافه الأمور، بل التركيز فقط على العمل ثم العمل والإنجاز. وها هو الإنجاز نراه يوما بعد يوم على أرض الواقع من خلال الافتتاح الذي شهدناه اليوم في هذه الفعالية المهمة الخاصة بافتتاح عدد من المشروعات القومية في إطار الطرق، وأيضا من ناحية الرياضة أيضا والاهتمام بها بشكل كبير وتطوير الأماكن المتعلقة بالرياضات المختلفة، وأيضا البناء والعمران في هذه الأرض التي كانت صحراء قاحلة وتحولت إلى كتلة سكنية عمرانية تستوعب الكثير من الأيدي العاملة وأيضا من المصريين الراغبين في السكن. في مصر الحلم يتحول إلى حقيقة في زمن قياسي. يظل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذجا ومثالا للعمل دون كلل أو ملل وبلا توقف. إنجازات على الأرض لا تخطئها عين، أرقام قياسية عالمية تضاف لسجل مصر التاريخي. كل هذا وعين القيادة السياسية على المستقبل تراهن على المصريين وعلى وعيهم وحبهم لوطنهم وثقتهم في قيادتهم السياسية، وسيقف التاريخ طويلاً أمام ما يحدث في مصر الآن وهي تعبر إلى الجمهورية الجديدة. مصر تعلن خلوها من المناطق غير الآمنة في نهاية 2021، هذا ما كنا نتابعه بالعام الماضي. ففكرة القضاء على العشوائيات بشكل نهائي والمناطق غير الآمنة، هذه الفكرة هي فكرة ظلت تراود القيادة السياسية لسنوات طويلة. توفير حياة كريمة للمواطنين كان على رأس أولويات الدولة ومن الأهداف التي تسعى لتحقيقها في إطار مساعيها الدؤوبة لرفع مستوى المعيشة وتوفير كافة الخدمات الأساسية باعتبارها حقا لكل مواطن. وتم ذلك بالفعل وفق استراتيجية شاملة تستهدف التطوير والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة بمختلف المحافظات من خلال تشييد مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة ومتكاملة تتوافق مع مختلف الفئات وتتوافر بها كافة الخدمات، بما يسهم في توفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصري واستعادة الشكل الحضاري للدولة وتغيير وجه الحياة في مصر. لم يقف الأمر أو لم ينتهي عند خلو مصر من المناطق غير الآمنة في 2021، استمرت مصر أيضا والحكومة المصرية والمصريون جميعا خلف قيادتهم السياسية في التطوير والبناء والعمران. فما يتحقق على أرض مصر يوما بعد يوم يدعو إلى الفخر، يشعرنا جميعا بالأمن والأمان الذي تعيشه مصر مع الأحداث المتلاحقة بشكل يومي في مختلف دول العالم وأيضا في محيطنا الإقليمي، يجعلنا جميعا ننظر بفخر وفخار إلى دولتنا وإلى قيادتنا وإلى الحكومة المصرية التي تعمل بجهد ودأب في مختلف الملفات وبالتوازي، كي يظهر لنا على أرض الواقع ما نراه الآن من إنجازات تدعو إلى الفخر
وأيضا إلى أن يكون المواطن المصري دائما مرفوع الرأس وسعيدا ببلده وقيادته. إذن هي مصر الجمهورية الجديدة، المشروع الوطني لدولة 30 يونيو وفق أولويات متعددة. إذا نظرنا إلى ملف التنمية العمرانية، انطلقت فيها خطط الدولة وفق مجموعة من الأولويات التي غطت كل جوانب السياسة العامة للدولة. كان لدى الدولة أولويات عمرانية كان هدفها الأساسي هو أن تخفف الضغوط السكانية والخدمية على المدن الكبرى، أيضا توفر مزيد من الفرص لتلك المدن لإعادة تخطيطها وبنائها وفق المعايير الصحيحة، والحد من الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى بتوفير السكن والعمل المناسب وإعادة توزيع السكان مرة أخرى بالشكل الذي يتلائم مع احتياجات الدولة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية. أيضا تحركت الدولة في هذا الملف وفق أولويات اقتصادية لخلق قواعد اقتصادية جديدة بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي داخليا وإقليميا. ويضاف إلى ذلك أيضا الأولويات التنموية، حيث اهتمت الدولة بالارتقاء بالنواحي الاجتماعية لتوفير ظروف معيشية وفرص عمل أفضل للسكان وتوفير الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة التي تلبي احتياجاتهم، أيضا مع رفع مستوى البنية التحتية كإحدى الدعائم الأساسية للتنمية، كل هذا لتلبية طموحات المصريين والارتقاء بجودة حياتهم وتأسيس وطن كريم يليق بمواطنتهم. وكما نتابع مع حضراتكم الآن على الهواء مباشرة تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة أكتوبر، هذه المدينة السكنية اللائقة بالمصريين، هذه المدينة التي بنيت على طراز يناسب كافة الأذواق، حتى أن هناك إشادات كبيرة بهذا القطاع لو تحدثنا عنه بشكل أكثر تفصيلا، هو قطاع البناء والتشييد من وكالات عدة، حيث كان هذا القطاع محركا رئيسيا وما زال للنمو الاقتصادي وفق مجلة إيكونومست، باهتمام الحكومة المصرية بالعديد من مخططات الإسكان خاصة ما يتعلق منها بذوي الدخل المنخفض. إضافة إلى تقرير آخر أكد فيه برنامج الأمم المتحدة على أن مصر أظهرت التزاما جادا من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، حيث طبقت استراتيجيات شاملة وناجحة نجم عنها نتائج وصفت آنذاك بالجيدة. وبدورها أيضا ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الدولة المصرية تتخذ خطوات عديدة لمعالجة قضايا قطاع الإسكان، وأشارت إلى أن هذا القطاع سيستمر في الحصول على الدعم لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي واستمرار المشروعات لنقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى الوحدات السكنية الجديدة. ما زلنا نتابع مع حضراتكم تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع جنة أكتوبر، حيث قام سيادته منذ قليل بتدشين وافتتاح عدد من المشروعات في مجالات الإسكان ومجالات الطرق أيضا، وفي المجال الرياضي الذي تعنى به الدولة بشكل كبير، ويعنى السيد الرئيس بشكل شخصي بهذا الملف من أجل بناء الإنسان المصري والحفاظ على صحته ببناء جيل صحيح قوي قادر من خلال ممارسة الرياضة والرياضات المختلفة، أيضا ما يؤهلهم على أن يكونوا أصحاء وقادرين على العطاء وخدمة وطنهم وخدمة أنفسهم أيضا. مشاهدينا الكرام، كنا نتحدث عن مشروعات الإسكان التي تقوم بها الدولة المصرية والتقارير الخاصة بها. نتابع الآن مع حضراتكم على الهواء مباشرة وصول السادة المشاركين للسيد الرئيس في هذه الفعالية، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه
لإزاحة الستار إذانا. يعني برضه هقول لك على حاجه من الحزن اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. اتفضل.
احنا عملناها في التصميمات الجديده ده مشروعات. المشروع ده اول خالص لحضرتك، انما المشروعات الجديده خلاص ما فيهاش الموضوع ده كله، ومواسير التكييف خارجه من جنب التكييف والتكييفات جوه البلكونات، ما فيش حاجه بره على الورق. حضرتك قلت لنا كده في ده ابدا، بس الفكره ايه؟ عمرنا نسيبهم هم يشوه لك بالظبط. عملنا كده من بعد ما بس في غرفه لازم تبقى فيها على الواجهه الامامي، يعني الغرفه اللي هي النص دي لازم يعمل التكييف فيها. ما هو ممكن يركب الاثنين في البلكونه بتاعتكم، البلكونه اللي جنبك يعني البلكونه الاثنين اللي فوق بعض اهو. ده انما لازم يبقى في واحد برضه باين زي على كل حال، حتى لو كان يقلل بس قلبين هيكون حاطين انت عملت له الخرطوم الماسوره والخرطوم بتاعه والصرف بتاعه الحاجه. هو موجود يا فندم المكان، بس هو برضه هيسيب جزء من الخرطوم باين. احنا عملناه في بدر وحضرتك شفته جنب التكييف على طول، بحيث ان ما يبقاش فيه خرطوم باين. انما المكان مش معمول، ما حدش هيخرج حاجه. اماكن الصرف بتاعت انما هيمد الخرطوم انما هيمد الخرطوم. احنا عملنا في 20,000 طن من الخطه الاقتصاديه سادتك الصرف مش باين خلاص. ال 20,000 اللي في القاعده الاستراتيجيه عملنا ال هو انا بقول بس ان احنا نعمل احنا الحاجات اللي هم الناس لو عملتها ما حدش هيعمل لك الحاجات دي. وهو معذور لانه بيعمل ايه على قد فكره انا بعمل له ترتيب ودراسه قدره ايوه بشكل مختلف. لا ودراسه انت دارس اللي هتعمل له الحاجه ازاي. تمام. ولو الحته دي ما افتكرش محتاجه يعني لا مش حاجه والله. اصل برضه احنا مش عارفين الصنايعي اللي هيجي يعمل الكلام ده شكلهم ازاي. كله بيطلع على الجزء التاني فوق.
فندم. ليه يا فندم؟